عروسة المصائف يا حلوة يا الطائف. الطائف عروسة المصائف، وهالمرة غير ستكون حفلاتنا متميزة كتميز نجوم وزهرات قناة أطفال ومواهب وبمواقع مختلفة وجميلة. مواقع الحفلات كالتالي: موقع الحفلة الأول مهرجان صيف الخالدية للتسوق والترفيه يومي الأربعاء والخميس 16 و17 شوال الموافق 19 و20 يونيو. موقع الحفل بالتحديد بجوار مصلى العيد. موقع الحفلة الثاني مهرجان الردف للتسوق والترفيه يوم الجمعة 18 شوال الموافق 21 يونيو. موقع الحفل بالتحديد أمام حديقة الردف. موقع الحفلة الثالث مهرجان الحوية للتسوق والترفيه يوم 19 شوال الموافق 22 يونيو. موقع الحفل بالتحديد الحوية بجوار نادي الفروسية، علما أن العروض تبدأ من بعد صلاة المغرب مباشرة. كونوا معنا وشاركونا فرحتنا يا أهل الطائف.